فقرة فنية مع عازف الكمان باتريك مونس. مساء الخير، مرحبا بك يعني في مساء الإمارات مرة جديدة. إيش حالك؟ طبعا يعني ما شاء الله عندك آلة الكمان، وهي من يعني خلينا نقول من أرقى الآلات الموسيقية. نعم. كلمنا عنها. آلة الكمانجا هي آلة عزيزة كثير علي، بلشت بعمر كثير صغير أعزف على هذه الآلة، كان عمري 9 سنين بلشت بهذه الآلة. عمر صغير؟ ايه كنت كثير صغير، يعني صار لي 24 سنة بعزف على هذه الآلة. ما شاء الله. قطعنا كثير أشواط. قد عمري. قطعنا كثير أشواط، وهذه الآلة بلشنا بوحدة زغطورة هالقد، صار عندنا 11 وحدة. ما شاء الله. نعم. تفرق؟ أنا أتحرن كلهم نفس الشيء ولا في حسب السايز؟ لا، هي الكبار هن نفس القياس، بس لا بتفرق نوعية الخشب، بتفرق الصوت، بيفرق السعر، بيفرق العمر. حلو. بيفرق في آلات ببلشوا من الأسعار الكتير بسيطة لتضرب بالملايين. أنا أشوف الكمان يحن ويباك تسكتة، فممكن تسكتة شوي نسمعها. رح سمعكم أغنية بالأحلام. يلا. بالأحلام حلوة. الألحان. رحت الأحلام. أنا مش موجود. الأغنية أصلاً حلوة، وعزفك ما شاء الله يعني وايد رائع، يدخل الإحساس والمشاعر. عازف الباتريك، أنت مهندس وعازف، كيف جمعت هالموهبتين؟ شوف، الهندسة شيء والعازف شيء تاني، والآلة كمانجا شيء تاني. هي الهندسة بلشت شادة، لازم نعمل شادة ولازم ندرس، ولازم نحن صغار بقولون لازم تطلع مهندس، عملنا مهندسين وحققت هوايتك وحققت هون الكمانجا هي الموهبه اللي يعني ربنا بيبعث لنا اياها، يعني الموهبه هي بتجي من عند الله. صح. بس الله ما بيبعث لك شهاده، بيقول لك دروس تاخذ شهاده، بس انه مش الكل بيقدر يكون عنده موهبه، بس الكل بيقدر يدرس. شو الاقرب لقلبك، العزف ولا الهندسه؟ شوف الاثنين، انا بس بدي اهرب بروح عليها، بس بدي اهرب، بس بدي اذا معصب بروح عليها، اذا مبسوط بروح عليها. اذا هلا معصب ولا هلا انا مبسوط فيكم كثير؟ خلص عليه. هلا انا مبسوط فيكم. نسمع منك شيء. نسمع منك شيء. بدنا يلا. شو حتسمعنا؟ شو على ذوقك؟ هلا بصراحه 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 يلا.
الله ابدعت عالم ثاني فعلا. يعني الكمان يعني يتميز عن غيره من الالات، اكيد انت تعرف هالمعلومه، ان في صوت الحنين هذا. نعم. ومو مش حزن، انا اعتبر عبير يعني يمكن انت ذوقك مختلف. راحه، مشاعر، سعاده، ما تحسين حزن، امان كثر ما هو امان. فعلا فعلا طبعا. باتريك عندك معزوفات خاصه فيك؟ انا ما عملت معزوفات، يعني انا عملت الحان خاصه بس بعدها موجوده بالجرور، بعد ما سأبني الحظ الحلو انه اقدر اطلق هدول الالحان. ان شاء الله خير اذا الله وفقنا يكون في مشاريع قادمه تكون موجود هذا الشيء فيها. بس انا رحت شو على طريق الكفرز، صار عندي فوق ال 35 كفر ما شاء الله. تنشرهم وين هاي الكفرز؟ يوتيوب، انستغرام، كل شيء على كل قنوات التواصل الاجتماعي. وكل اللي سمعتكم اياهم هلا انا عاملهم ريكفر مره ثانيه. زين، شو نصيحتك للشباب خلينا نقول او الاطفال اللي يتابعونا اللي حابين يتعلمون الكمان كمان؟ يكون عندهم صبر ويتقبلوا فكره انه مش من ثاني نهار رح تصير تعزف. صح، لازم يكون في ممارسه عالميه. يعني قديش بدها يعني هيك رفلي تايم؟ يعني مش not less than، يعني مش اقل من 3-4 سنين لتبلش تعزف. الممارسه طويل. ممارسه يعني انا صار لي 24 سنه وبحس حالي بعد ناقصني كثير توصل. صراحه باتريك نحن طمعانين نسمع، بعد نبغى نسمع شيء لانه فعلا تسمعي. فعلا عزفك رائع يعني. خلينا يريح البال. نعم. هلا لا هلا خلينا نعمل شوي فيها ريتم اسرع شوي، رح نسمع فاضي شوي. يلا اغنيتي المفضله. بس فاضي شويه نشرب قهوه نروح الجيزه. نحن نبغى شيء رومانسي بعد هادي. بس قبل ما نسمع المعزوفه الرومانسيه الاخيره، في سؤال انا خاطري اسالك باتريك. دائما العازف يكون عنده طموح انه يتعاون مع فنان المفضل او عدد من الفنانين. صح. منو هم الفنانين اللي انت حاب تهديهم الحان او تتعامل معاهم موسيقيا؟ شوف، انا ربيت على الفنانه الكبيره ماجده الرومي. انا الوالد كمان عازف موسيقى وشغل 20 سنه مع ماجده، فربيت على اغانيها وربيت كل الوقت عم بسمع ماجده بالبيت. غير انه بي حضرة الوالد هو اللي مسجل كل المعزوفات ككل ايقاع، فسيده ماجده تاثرت فيها جدا جدا جدا. اذا شو الرومانسي اللي بتسمعنا الحين؟ هلا راح اعزف اغنيه اتحدى العالم الفنان صابر بقى كمان. واو. من انا من شد المعجبين. رديتنا الايام قبل. نعم. ايام المدرسه. اتحدى العالم. تبغاني اغني معك انا ولا؟ لا 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 خرب عليك. وانا بين ايديك. Thank you.
مونس العازف الفنان، كل الشكر لك على هذه الألحان، على هذا. شكرا لاستضافتكم. يعني باتريك مونس وانت ونسنا فعلا. ونستكن. شكرا لك جزيلا. يعني فعلا ألحان جميلة جدا. نتمنى لك كل التوفيق يا رب، توصل لي على المراتب. شكرا. انبسطت كثير بوجودي معكم. شكرا.